شباب والله والله نحن نحن منكم وفيكم ان شاء الله. والله نحن ولا شيء بلاك، والله ما حدا له مصلحه تطلعوا برا بيوتكم. والله خليك في بيتك الدوله بتعطيكم فكريه. والله اسالوا، والله الكهرباء 24 على 24 بس رايك المسؤوليه للجميع ومو للحسن. عندما هجر نظام الأسد أبناء الغوطة الشرقية عام 2018 أعطى الأمان لكل من يريد البقاء فيها، أمان بضمانة المحتل الروسي. لكن بعد فترة وجيزة قام باعتقال العشرات منهم، ومنذ أسابيع أخرج الأسد معتقلين من الغوطة قال إنهم ممن غرر بهم. إفراج عن دفعة جديدة من الموقوفين من أبناء الغوطة الشرقية في ريف دمشق ممن غرر بهم. لكن وبمراقبة أسماء المفرج عنهم تبين أنهم ممن تم اعتقالهم بعد تلك التسويات والمصالحات التي تمت برعاية روسية. وقد لا تصدق أن هذا الكهل المفرج عنه بعد سنتين من الاعتقال هو ذاته هذا الشاب الذي في هذه الصورة، لكن تبدلت ملامحه بعد سنتين من الاعتقال. وهذا الرجل أيضا في هذه الصورة قبل اعتقاله هو ذاته في هذه الصورة بعد سنتين فقط من الاعتقال. إنها الحقيقة رغم مرارتها، كثير من أهل الغوطة لم يصدقوا أمان النظام وفضلوا ترك كل ما يملكون والقبول بالتهجير إلى المناطق الخارجة عن سيطرة الأسد ولو إلى خيمة على البقاء تحت حكمه أو حكم روسيا وإيران. الغوطة برجانا حزن تبكي على اللي راح ويلي بتراه، من دفن لابد يكون مرتاح. سويت بينا يا زمن مليت قلبي جراح بالغربة ملاقي كفن. هنا تعود بنا الذكرى إلى يوم التهجير الكبير عندما طالب ضباط النظام وإعلاميوه هؤلاء المهجرين بالبقاء وإعطائهم الأمان أمام رفض المهجرين لمعرفتهم بنوايا النظام الخبيثة. تملوا تسجيل. طيب ما عندكم عالم تتواصلوا معهم؟ ما عندكم عالم هنيك تتواصلوا معهم؟ عندنا عالم وعرفنا حكي بصحيح. شفت الجيش كيف عمل أهالي بالغوطة؟ لا ترى اللي شفته أنا اللي بعرفه. كيف؟ بعرفه وبعرف قطاع الجيش. شفنا صواريخ تنزل علينا وشفنا هؤلاء العشرات الذين أخرجهم نظام الأسد هم جزء صغير ممن جرى اعتقالهم بعد اتفاق المصالحة في كثير من المدن والبلدات التي أجبرها اتباع روسيا سياسة الأرض المحروقة ضدهم ووضعتهم أمام ثلاث خيارات، إما الإبادة الشاملة أو التهجير القسري أو التسوية. حدث ذلك في ريف دمشق وريف حمص ودرعا وحلب وغيرها. كثيرون اختاروا التهجير وآخرون خافوا من مصير مجهول في خيام الشمال ففضلوا التسوية بضمانة روسية، الضمانة التي كانت كاذبة، فتم اعتقال المئات معظمهم لم يحملوا السلاح يوماً ولم ينتموا إلى أي فصيل عسكري. ذنبهم الوحيد هو انتماؤهم إلى مكان خرج عن سيطرة الأسد لعدة سنوات. وبعد مدة أخرج الأسد بضع عشرات منهم متهمون جنائيون ليروج في إعلامه بروباغاندا القائد المتسامح الذي يفرج عن المعتقلين تكرماً. لكن جميع المعتقلين وحسب الاتفاق والضمان الروسي ما كان يجب أن يعتقلوا بالأصل، بل إن الاتفاق كان يتضمن رد معتقليهم إليهم وليس اعتقالهم هم ثم إطلاقهم بعد تعذيبهم وتجويعهم وإخراجهم في الرمق الأخير. لكن هل يقف الأمر عند الغدر بمناطق التسويات والمصالحات فقط؟ أبداً، بل يتعداها إلى الغدر حتى ببعض اللاجئين الذين يعودون من الخارج والذين في الغالب يقعون تحت تأثير بروباغاندا إعلام الأسد أو الإعلام الروسي والإيراني الناطق بالعربية والذي يدعو اللاجئين إلى العودة ويعدهم بالأمان. الجزء الأكبر من هؤلاء اللاجئين هو من الداعمين للحكومة السورية، ولكن الظروف الحالية لا تسمح له بالعودة. من أجل أن تتمكن دولة سوريا من القيام بكل واجباتها تجاه أولئك العائدين، البعض منهم عاد أو الآخرين الذين يرغبون بالعودة. فمثلاً مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا وثقت أسماء أكثر من 15 لاجئاً فلسطينياً اعتقلهم نظام الأسد بعد عودتهم إلى سوريا. 13 شخصاً منهم اعتقلوا بعد عودتهم من لبنان، ولاجئ واحد بعد عودته من السويد، وآخر بعد عودته من هولندا. وهؤلاء 15 فلسطينياً هم من استطاعوا توثيقهم بالاسم، بينما هناك عشرات غيرهم لم يتم التمكن من توثيقهم بسبب تكتم أهاليهم خوفاً من خروج اسم ابنهم للإعلام فيخفيهم النظام وينكر وجودهم. الآن وبعد كل هذا، متى سيقتنع العالم الذي يطالب بعودة اللاجئين أو الذي يطالب بالتصالح مع الأسد
بأن هذا النظام لا عهد له ولا أمان أو ذمة، وإن ضمنته دول العالم كلها فما بالك هنا والضامن الروسي. روسيا التي ضمنت في عام 2018 اتفاق تسوية في درعا ينص على بقاء السلاح الفردي مع المقاتلين الذين أجروا التسوية، واليوم روسيا تحاصر درع البلد إلى جانب نظام الأسد وتشترط تسليم هذا السلاح الفردي. ولا يحتاج الأمر إلى كثير ذكاء وفطنة لمعرفة ما الخطوة التي ستلي تسليمهم السلاح.